السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملي حسنا رؤية العقرب في المنام هذيك الله يسترنا ويسترك. عدو يرمقك ويتابعك. ديما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقولي 7 مرات كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أخاف وأحذر. كلما رأيتها في المنام كتقولي هذا الدعاء، وكل مرة شعرتي بالخوف قولي هذا الدعاء. راه هذا كيف كيتسمى حصن حصين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.